يوم الاثنين بإذن الله يؤدي تدريباته على الملعب الرئيسي في استاد برج العرب، لكن بإذن الله بعد ما يصل غدا يوم الأحد هيكون إحدى تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب. طيب، تفاصيل أكتر عن هذا الملف ومتابعة طبعا تدريبات فريق النادي الأهلي وما هو الجديد في تدريبات فريق النادي الأهلي، يسعدنا أن يكون معنا على التليفون على الهواء مباشرة زميلي الأستاذ محمد البرعي الناقد الرياضي، وبالتأكيد يعني أحد الصحفيين المتابعين لشأن فريق النادي الأهلي والمتواجدين بشكل دائم في تدريبات فريق النادي الأهلي. أستاذ محمد، أولا برحب بيك وطمني عن حالة الفريق والاستعداد في هذا المعسكر، وخلاص 72 ساعة لهذه المباراة الهامة. تحياتي ليك يا أستاذ محمد، وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. الحقيقة طبعا يعني النادي الأهلي على مدار الأيام اللي فاتت كان في تركيز كبير جدا على مباراة تاونشيب. طبعا يعني الجهاز الفني بالكامل واللعيبه يعني كل كلامهم وكل انطباعاتهم في الايام اللي فاتت عن المباراتين، على فكره هم واخدين مباراتين، مباراه يوم الثلاثاء ومباراه العوده ان شاء الله في تاون شيب يوم 28، على اعتبار ان المباراتين لا يفصلهما عن بعض سوى 10 ايام، فبالتالي كان الاستعداد للمباراتين في اطار واحد. الاهلي زي ما احنا عارفين خاض معسكر تدريبي قوي جدا في اسكندريه قبل ما يسافر لمعسكره الاوروبي في كرواتيا، وخاض ثلاث تجارب وديه في كرواتيا تجربتين، وفي استاد التتش تجربه اخيره امام نجوم المستقبل اطمن فيها طبعا الجهاز الفني على حاله جميع اللاعبين وعلى استيعاب الفكر الفني الجديد بمستر كارتيرون. والحقيقه كان في تجاوب كبير جدا في المباراه الاخيره على تجربه اللعب وعلى الفكر الجديد اللي مستر كارتيرون حاول يطبقه في المرحله اللي جايه. بالتاكيد طبعا حاله التركيز واصله الى اقصى درجه ممكنه. النهارده الفريق سافر على اسكندريه، اتجمعوا حوالي الساعه 10 الصبح في الجزيره وتوجهوا على الفور الى معسكرهم في تمام حوالي الساعه 11 و11 وربع تقريبا كده. النهارده الفريق هيخوض تدريبه طبعا في 6 مساء في استاد برج العرب، وكل اللعيبه تقريبا يعني مركزين تماما في المرحله اللي جايه ديت باعتبارها مرحلة من المراحل الصعبة على النادي الأهلي، لكن طول عمر النادي الأهلي عودنا دايما على مواجهة المواقف اللي بالشكل ده، وسبق النادي الأهلي أن واجه مواقف بالشكل ده كتير جدا، أقربها في سنة 2013 وقدر إنه يجتاز المرحلة دوري المجموعات ويوصل إلى النهائي وياخد البطولة. فبالتأكيد إن شاء الله بنتمنى كل الخير، وإن شاء الله النادي الأهلي على قدر المسؤولية وبإذن الله يساعدنا في ماتش يوم الثلاثاء وماتش كمان العودة بإذن الله اللي هيكون في جبروني يوم 28. زميلي محمد، واحنا بنتكلم على اخبار فريق النادي الاهلي اعتقد خلاص كل القائمه الافريقيه متواجده في المعسكر، لكن هل عندك معلومه او امكانيه بعد انضمام سليف كوليبالي قد يكون هناك فرصه للقيد قبل مباراه تاون شيب، ولا شايف هذا الملف ازاي في ظل انك بالتاكيد متابع لهذا هذه الموضوعات وبتحضر دايما التدريبات وقريب من الجهاز الفني وبتتابع هذه التصريحات مع الكابتن محمد يوسف؟ الحقيقه كوليبالي طبعا يعني لسه اول انضمام له كان او اول تدريبه له كانت امبارح مع الفريق الاول، يعني لسه طبعا ما قدرش انه ينسجم بالقدر الكافي مع الفريق. ما اعتقدش انه ممكن يكون يعني حتى لو تم قيده افريقيا يتم الاعتماد عليه بشكل اساسي في المباراتين الجايتين دولت، لكن هو اضافه قويه جدا، لعيب متحمس كمان جدا في كلامي معاه، كمان هو سعيد قوي قوي بتواجده في النادي الاهلي، ساب كل شيء تقريبا في امريكا وجه اول ما جاله عرض النادي الاهلي، طبعا بيعتبر النادي الاهلي ده حلم من زمان كان نفسه يحققه، وشايفه ان هو يعني نقله كويسه جدا في مشواره الاحترافي. هو بالشكل يعني او مقاومته الجسمانيه والسي في بتاعه بيؤكد انه لعيب على درجه عاليه من الكفاءه. مستر كارترون كمان على قناعه بيه جدا، بدليل انه كان معاه في مازيمبي ولما راح حتى في امريكا خده معاه في نفس الفريق اللي كان بيدربه في امريكا. بالتاكيد هو اضافه لخط دفاع النادي الاهلي، لكن ما اعتقدش ان بالسرعه ديت ممكن يتم الاعتماد عليه او الانسجام يكون وصل لدرجه ان هو يكون في التشكيل الاساسي لمباراتين الجايه في الدوري، لكن طبعا هي ورقه موجوده وكل الاحتمالات قائمه. وطبعا الملف ده محمد يوسف او كابتن محمد يوسف هو المتولي مساله القيد الافريقي ده، لكن ما كانش في كلام عن المرحله ديت في القيد الافريقي بقدر ما كان في كلام عن التركيز في المباراتين نفسهم اللي المفترض ان هم يعني الجهاز الفني بيعتبرهم مباراه واحده، الشوط الاولاني في القاهره والشوط الثاني ان شاء الله في جبروني. التدريب الاول اعتقد خلاص قرب على الانتهاء في معسكر برج العرب، كل الامور الحمد لله تسير بشكل جيد يا استاذ محمد. الحمد لله الامور هناك بتسير بشكل جيد، المعسكر هادي جدا هناك، عاده النادي الاهلي
كل الفريق خاض التدريب تقريبا، ما كانش فيه اي مشاكل خالص باستثناء بعض اللعيبه اللي كان اللي موجودين في القاهره اللي كان بيتم تاهيلهم زي باسم علي وزي يعني اكثر من لعيب بيتم تاهيله في المرحله اللي فاتت ديت. عندنا طبعا تمرين بكره برضه في الجزيره الساعه 9 الصبح للغائبين عن الماتش ده. الفريق كله جاهز الحمد لله، وان شاء الله يقدروا يستفادونا باذن الله في ماتش يوم الثلاث، وباذن الله النادي الاهلي يقدر ياخد الثلاثه بونت دولت ويعاود تحقيق ثلاثه بونت برضه في جابرون ان شاء الله، ويعدل ظروف المجموعه ويواصل المشوار ان شاء الله لحظه الله. يا رب ان شاء الله. استاذ محمد البرعي الناقد الرياضي، انا بشكرك شكرا جزيلا ومتابعه هذه